صباح الخير واهلا بكل الساده المشاهدين بينضموا الينا من خلال شاشه الثانيه. يوم جديد بيبدا مع حضراتكم ومصر جميله، وان شاء الله يوم يبقى مليان بالحب والخير والتفاؤل والامل. طبعا بالامس تابعنا مع حضراتكم الجلسه الافتتاحيه للقمه العربيه الاوروبيه الاولى، واللي بتنعقد في شرم الشيخ بحضور عدد كبير جدا من زعماء الدول الاوروبيه والعربيه، وصل عددهم ل 50. طبعا شهدنا القدره التنظيميه لمصر في مدينه السلام في شرم الشيخ لانعقاد هذه القمه الهامه جدا واللي بتهم كل المنطقه العربيه وايضا اوروبا. طبعا امبارح كان في الكلمه الافتتاحيه للسيد الرئيس، وايضا كلمات لساده الضيوف المشاركين في هذه القمه، وبعد كده كان في جلسه مغلقه للقاده العرب والاوروبيين. وطبعا بنتابع مع حضراتكم فعاليات هذه القمه اللي هيكون ختامها اليوم. كان في ملفات هامه جدا وحاضره في القمه العربيه الاوروبيه، من اما العلاقات العربيه الاوروبيه من النواحي السياسيه والاقتصاديه والامنيه، طبعا الازمه السوريه والليبيه واليمنيه، تطورات القضيه الفلسطينيه، مكافحه الارهاب، الهجره غير المشروعه، تغير المناخ وايضا اللاجئين. وتابعنا مع حضراتكم من خلال الجلسه الافتتاحيه كلمه السيد الرئيس، واللي تمحورت في ثلاث نقاط هامه جدا، وهي رؤيه مصر في القضاء على الارهاب وايضا التنميه المستقبليه. السيد الرئيس اكد من خلال الكلمه التاكيد على استمرار كيان الدوله الوطنيه وصيانتها امن وضمان للشعوب، ايضا تحدث في ضروره المواجهه الشامله للارهاب. والمحور الثالث كان تحويل منطقة الشرق الأوسط من منطقة نزاعات إلى منطقة نجاحات. هنشوف مع حضراتكم جزء من كلمة السيد الرئيس في الافتتاح بالأمس، ونرجع مرة تانية نواصل لقائنا ومصر جميلة. هذا لتأكيد وحدتنا وتعاوننا أمام هذا الخطر، والوقوف صفا واحدا ضد هذا الوباء الذي لا يمكن تبريره تحت أي مسمى. فالإرهاب مختلف كل الاختلاف عن المعارضة السياسية السلمية التي نقبلها جميعا كظاهرة صحية ومقوم أساسي لأي حياة سياسية سليمة. ولقد طرحت مصر رؤية شاملة للقضاء على خطر الإرهاب وآثاره السلبية على التمتع بحقوق الإنسان، خاصة الحق في الحياة وغيرها من الحقوق الراسخة، واستطاعت بالحوار والتعاون أن تربط بين هذه الرؤية والموقف الأوروبي القائم على أهمية احترام حقوق الإنسان خلال محاربة الإرهاب، وهو ما لا نختلف عليه بل نمارسه على أرض الواقع. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة، لقد تجسدت هذه التحديات المشتركة أيضاً في بؤر الصراعات في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تمثل قضية العرب المركزية الأولى وإحدى الجذور الرئيسية لتلك الصراعات، بما تمثله من استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، بل واستمرار إهدار حقوق الإنسان الفلسطيني والتي يغفلها المجتمع الدولي. كما يؤجج هذا الوضع غياب الرغبة السياسية الحقيقية نحو التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة، على الرغم من أن مرجعيات هذه التسوية باتت معروفة وموثقة في قرارات للشرعية الدولية عمرها من عمر الأمم المتحدة، ويتم تأكيدها وتعزيزها سنويا وإن طال انتظارنا لتنفيذها. ولا يسعني هنا إلا أن أحذر من تداعيات استمرار هذا النزاع على كل دولنا، كما أشير إلى أنه من مفارقات هذا النزاع أن إحلال التسوية الشاملة والعادلة دون انتقاص كافة حقوق الشعب الفلسطيني ووفقا لمرجعيات الشرعية الدولية يمثل نفعا مشتركا لجميع الأطراف. نرجع مرة تانية مع حضراتكم، وبعد ما سمعنا جزء من كلمة السيد الرئيس، والحقيقة أنه دايما مصر والسيد الرئيس بيبقى عنده رؤية واضحة من خلال المحافل الدولية لتشخيص الحالة وأيضا وضع كافة الحلول. طبعا لازم جهود دولية للقضاء على الإرهاب، ولازم كل الدول تتحمل مسؤوليتها في
قضية القضاء على الإرهاب وأيضا تحقيق الاستثمار وأيضا التنمية الشاملة في كافة الشعوب، وهي دي الضمانة اللي هتضمن أنه السلام يعم على العالم. وطبعا كان شعار هذه الدورة الاستقرار، الاستثمار في الاستقرار. النهاردة هيكون معنا دكتور مختار غباشي أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، وهنتكلم معاه بتفاصيل أكتر النهاردة مع حضراتكم عن انعقاد القمة العربية الأوروبية. كمان في فقرتنا الثانية هيكون عندنا فعاليات مهرجان مهم، المهرجان اسمه إنسان مهم، والمهرجان ده يعني قدمته جامعة عين شمس لذوي القدرات الخاصة، وطبعا إيمانا منهم بالقدرات الخاصة لذوي القدرات الخاصة وفعاليتهم أيضا داخل المجتمع. هيكون معانا الأستاذ يحيى حسن المسؤول عن هذا المهرجان، كابتن محمد شاهين، والأبطال منا ومرام ومحمد وحمزة هيكونوا ضيوفنا النهاردة مع حضراتكم في مصر جميلة. هنطلع فاصل مع كل السادة المشاهدين ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم، ومصر دايما جميلة. مصر جاية، مصر جاية، مش ضعيفة لا عافية، عشت فيها وسكنة فيا. مصر جاية، مصر جاية، بالإيدين المصراوية شايلة كل الخير معاها، املى كل الدنيا دي. مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس. هي هي أحلى صورة لينا هي.